يعطيكم ألف عافية حبايبي طلاب التكميلي. أكثر سؤال تسألوه هاي الفترة، هل بلحق أختم المادة أنا في شهر؟ هلأ إحنا حبايبي اليوم 5/12، تمام؟ امتحانك ب7/1، يعني تقريبا معاك شهر. أول نصيحة بدي أعطيكم إياها، ما تضلك تبعت للأستاذ اللي معاك أو المعلمة هل بقدر أختم أو لا. أنت بدك تختم، حط في راسك إنه أنا بدي أختم مادة الإنجليش في هاي في شهر، بتختمها. يعني ما تستنى لا رأيي ولا رأي أهلك ولا رأي أصحابك، أنت اختم المادة. لو جينا نقسم هدول الشهر على 10 أيام، تمام؟ أول 10 أيام امسكوا لي المعاني فصل أول وفصل ثاني، ومادة الحفظ زي الكالر إيديومز، البادي إيديومز، الكالوكيشنز، الفريزل فيرب، عندكم إياها في المكثف في أول المادة. ثاني 10 أيام امسكوا القطع. القطع اللي معاكم أنتم 28 قطعة، شيلوا لي أول آخر 4 إجوا في الامتحان الوزاري، اللي هي آخر قطعتين إجوا وزاري 2005 والتكميلي تبعون 2004. بضل عندنا 22 قطعة، يعني لو كل يوم درست قطعتين أو 3 بتخلص القطعة بكل سهولة. آخر 10 أيام رح نركز على موضوع القواعد. القواعد عندكم 15 قاعدة، في 10 ركزوا لي عليهم مهمات كتير وحكينا عنهم قبل هيك، وبعدين بضل عندكم القطع الأدبية والتعبير. فبقسم الشهر على هذا الأساس، وأنا في بطاقة التكميلي مقسمت لكم المكثف على هذا النمط. وموفقين والله، يعطيكم ألف عافية.